الله لا يوفقه، مش عم بذره بطيخ طلعت له بالاكل يضربك ويخليك تنزلي الولد؟ يبعث له الفالج الهي شو انه ما في بقلبه رحمه. لك انا بس بدي افهم، انت شلون متحملتي لهلا لك فكريه؟ يعني انا شو طالع بايدي سامر لك اختي؟ طيب ليش ما بتقولي لامك تحكي مع ابوكي؟ مش عم يروح يقول لجوزي ويغضب علي بزياده. مزبوط، ابوكي اساسا ما رح يحكي معه. يوه ليش بقى؟ شو مو بنته؟ بلا بنته، بس ابوكي كل عمره ظالم وقاسي معي من لما كنت عنده بالبيت، وبعد ما تجوزت صار ظالم وقاسي اكثر. وليش هيك ابوكي عم يعمل معك؟ يخاف اني احرض او اتطلع ورجع لعنده على البيت. ايه بضل ارحم من هالعيشه يلي عايشتيها عند هادي اللي ما بيخاف الله. يا زهريه كانك ما بتعرفي، ابوكي ضد اعله البنت تحرض او تتطلع. شو يعني؟ انت لا اول وحده ولا اخر وحده بتتطلع. ابوكي عنده يشوفني غرقانه بدمي ولا انه يطلقني. بخاف بركي الناس جابت معدله بالعاطل. ايه نحن عم يعاملنا نفس المعامله. ايه لانه بخاف الناس تجيب معدله بالعاطل، كانه البنت عيبه يعني. فشلت عين كل واحد بده يجيب معدلنا بالعاطل، نحن اشرف من اي حدا بده يحكي علينا. والله صرت اتمنى موتي كل لحظه وكل دقيقه، اكيد احسن لي من العيشه. قولي على قامتي عليك يا اختي. 30 سنة وأنا عم بحرس الحارة، عم بحرس بيوتها وعم بحرس تكاتينها. 30 سنة وأنا سهران الليالي وأهل الحارة نايمين ومطمنين ومرتاحين، وبالآخر بيقلعوني بيقلعوني وبيجيبوا حارس بدالي. لا ومين؟ ضرغام. ضرغام اللي معروف عنه إنه حرامي وسرسري. لك اللي مجنني، شلون حسن يتعين حارس بيأثر على هاي؟ شلون وكل الناس بتعرفه وبتعرف ماضيه، وأكتر واحد بيعرفه غازي أفندي، مو شي بجنني. كلامك مزبوط والله، بايني بايني مثل عين الشمس، ما بدها اتنين يحكوا فيها. شو هي البينة عمي؟ ما عم أفهم عليك. الفرنساوي ما بده ياك تنام مرتاح ومطمن على بيتك وعلى حالك. طيب وليش؟ مشان يضل فكرك مشغول، ما تقدر تفكر ولا لحظة واحدة كيف بدك تطالعه برات البلد. بده اياك معجون عجم بالمشاكل، عم تدور على رغيف الخبز اللي تاكله وما تلاقيه، عم تدور على لقمة عيشك وما تلاقيها مشان تحل عنه. لهالدرجة عمي؟ وأكثر عمي وأكثر. المستعمر الحقود ما في بقلبه رحمة بنوب، همه الكبير إنه يسرقنا وينهب خيرات بلادنا، وهمه الأكبر إنه يفرقنا عن بعض ويخلينا نقتل بعضنا البعض بس منشان نحل عنه. والله اشتقت شوفك وأحكي معك عن قريب يا فهمية. وأنا اشتقت لك. طيب خليني شوفك بكرة برات الحارة. صعب والله، صعب كتير. مو الصبح بكير؟ امتى لكان؟ بس تخلصي بكره دراسه تطلعي من المعهد بتلاقيني واقف ناطرك، شو رايك؟ طيب اذا هيك ماشي، بس دير بالك حدا يلحقك. ايه اوعك صبري. اوعك. شو حدا يلحقني؟ ما يلحقني صبري انا.
الله يكسر ايديك على هالقتل اللي قاتلني اياها. انا بعمر ابي ما ضربني هيك قتله، مع انه كل عمره ظالم وقاسي معي. الله يكسر ايديك يا حق، الله يسامحك يا ابي على هيك جوازي. بس انا ماني مسامحتك، لا دنيا ولا اخره، انت ورشدي دول الولد اللي نزل من بطني مو ابنه. يا رب دخيلك، رب دخيلك تاخذني وتريحني من هالعيشه. والله ما عاد اتحمل لا قتل ولا ضرب. اليوم راح روح لعند ابو جميل واساله اذا صار وقت فكر كبيره، وراح ابعت لك كداس عشان ياخذه لعند منه. ماشي تقبرني. شو بدي اقول لك؟ امرني تاجراتي. من اليوم ورايح لا تشاكلي ضرائرك ولا تخلطيهم، وخليكي على الطويل معهم. يو يعني بدك ياني حاربهم ابن عمي؟ لا بس كل وحده تشتغل شغله. شو فهمتك؟ حاضر مثل ما بدك. لما بحكي معك ما بتقلبي خلقتك. انا ما قلبت خلقتي، بس كمان ابن عمي انا ما فيني اشتغل كل شغل البيت لحالي. لك مين قال لك تقومي بشغل البيت لحالي؟ كل وحده بتشتغل شغلها، ولا بدك يعني اقعد انا اعطيكم اوامر اشتغلي هيك واشتغلي هيك؟ لا ايو حاشاك، انت اكبر قدر تقبرني. خلص مثل ما بدك بصير. اسموا الشغل بيناتكم وخلصوني. حاضر جاي انا بسكر الباب. ابن عمي انا كل خوفي هالبنت تحبال وما نقدر نسترها. قولي على قامتك يا ابو سعيد، لك قولي على قامتك يا ابو سعيد، لك الله يصف عمرك، قولي على قامتك وقامت عيشتك وقامت شرفك اللي راح. نحن لازم نلاقي مين يساعدنا لنكشف هالواطي مشان يستر هالبنت قبل ما ننفضح بالحاره. قولي على قامتك يا ابو سعيد، لك قولي على قامتك، لك بكره انا وين بدي اخبي وشي؟ لك فهموني شو بدي اسوي بحالي؟ لك قتل حالي. هلا مو وقت الحكي يا رجال، انت لازم تلاقي حل. بصراحة أنا ما لقيت غير الست شهيرة هي اللي تساعدنا. شهيرة خانو مستورة وما بتحب الفضائح وقلبها علينا، وأخوها أبو عامر رجال كبير الحارة، ذكرته معدل وعنده رجال بتساعده من تمساكات. شو عم تستني؟ لك شو عم تستني؟ قومي روحي، لك هلا قومي روحي. ما بدي احط لك كسر سفره قبل ما اروح. لك ما بدي اذكرها، ما بدي اسمى. روحي ولما بترجعي بتسمم على وياكي. بس افهم منك شو صار معي. يلا